المخدة منيحة معي؟ ايه تمام. لا تحاولي تحركي رجلك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سوسان، ممكن احكي معك بنتي؟ تفضل عمي. ها كيف؟ كيفك؟ يا ترى عم تتوجعي؟ ايه شوي. وكهان طمني، هو منيح؟ ما بعرف لساته بالعملية لهلا. اسمعي سوسن، كهان حكالي كل شي ونحن بسيارة الإسعاف، يعني أنا هلا بعرف كتير منيح ليش أنتو بهذا الوضع. شو كان في داعي للي عملتي؟ ما عم بقدر استوعب شو سبب إصرارك الكبير لتحكي اللي صار. مثل ما شفتي هالمعلومة ما رح تفرح ولا أي حدا. أنتي شفتي ابني؟ ابني كهان بالعملية هلأ وعم يصارع الموت ليحميني ولا يحمي بنتي ميليسا ولا يحمي العائلة. ابني كهان هلأ بين الموت والحياة مشان يحمينا كلياتنا. يا ترى هو بيستاهل؟ أنا ما كنت بعرف منه بأنه هيك رح يصير عمي عاكف. أنا بعتذر منك، سامحني، وبعتذر من كهان إلا مشان الله يسامحني. تمام، اهدي بنتي، خلاص لا تبكي. سوسان الله يخليك يا بنتي، سكري هالموضوع ولا تفتحي طول حياتك. ايه أنا واقف قدامك هلا وعم بترجاكي كأب. ابني كهان رح يطلع من العملية بسلامة، ونحن رح نترك هلا عنا بهذا المشفى ورح نطلع من هون ونحن مبسوطين، وأنتي ما رح تفتحي هالموضوع مرة تانية. اتفقنا بنتي؟ بدك شي مني؟ لا. الحمد لله على سلامتك بنتي. دكتور طمني، كيف كانت العملية؟ ابني منيح؟ يا ترى فيني شوفه؟ أول ما وصل لهون كان عنده نزيف قوي، وكمان خلال العملية صار في عنده كتير مضاعفات بجسمه. يعني بصراحة نحن ساوينا كل اللي بيطلع بيدنا، بس البقية بحياتك. Thank you.
تعبرين يلمن بوجدان ويجدان كلمة هالا كون سيزلي نكادار از يول almışım أخي نكادار از يولون başındaymışım meğer elinde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zafer. لا تضايق حالك يا أخي يا أخي. يعني الواحد يشوف المباراة مع أبوك شي كتير حلو والله. شو عم تقول يا أبني؟ أنت شو عم تقول يا ولد؟ قلت لك لا تناديني بهي الكلمة. بدك أضربك هذا اللي بدك إياه؟ ضرب ما بدي أقول وصلت لهذا العمر وبابا ما ضربني أبدا. ويجدن سونسوز اندشام savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakmak. هاي كانت أول صورة سيلفي للأب وولاده. إن شاء الله ألف مبروك. يسلموا لي ولادي الأبضايات. Ne kadar az yolun başındaymışım ben. Elimde yandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.